عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. شحال من واحد عنده مشاكل في الميزور، كيفاش كيلعب مع الميزور؟ كيجيو لي بزاف تاع طلبات على القضية ديال هذا الموضوع ديال اليوم، واليوم غادي نعرفكم على شنو هو الميزور وكيفاش كيتلعب الميزور. كاين 2 سور 4 وكاين 3 سور 4 وكاين 4 سور 4 وكاين حتى 5 سور 4 وكاين العديد من الريتم على حسب لو ستيل تاع الريتم، اولا كاين شي ريتمات فحال مثلا تيك 5 كيلعب 5 سور 4، اولا الشعبي كيلعب 6 سور 6 اولا 6 سور 8، ما بقيتش عقل عليه بزاف. وهذا هو الموضوع ديالنا، كيفاش تلعب 1 2 3 4. دونك اول حاجه باش نبداو هاد الاكزرسيس تاعنا ديال اليوم، انا اشنو درت؟ حليت السيكونسور ديال لوجيك برو اللي هو سيكونسور فيه كل شيء، يعني الكونسيرفاتوار كلها فيه الداخل. هانتوما غادي تلاحظوا معايا، دونك كيما كتشوفوا هذا هو السيكونسور. هنا عندنا لا بيست اللي غنديروا فيها الانسترومون ديالنا، وعندنا هنايا الميترونوم اللي كتشوفوا 120 اللي كتكون هي ستاندار ديال الميترونوم. عندنا هنا هو الميترونوم، هو هذا اللي كتشوفوا هنايا انا اكتيفيتو. اوكي، هنا عندنا 4 سور 4 في الميزور. اوكي، اذا طلقنا غادي تتبعوا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. دابا حلينا اون فينيتر ديال لوجيك برو اللي هي كتعتبر فحالها فحال بارتيسيون. الى لاحظتوا معايا ها هي البارتيسيون اللي كتعرفوها، عندك 2 3 4 5 اللي كيما كتلاحظوا معايا هنا الفوق، هادو هو هذا، بعدها حتى شي فرق غير هادو كيتكتبوا على شكل نوطات الموسيقيه. وهنا كنستعملوا الطابلو باش نكتبوا فيه الموسيقى ديالنا كامله. هنا كاين البيانو، وهنا سيسون دي نوت، سيتادير ملي كتلعب هنايا دو راه كتلعبها هنايا، كنشدوا ستيلو وكنكتبوا هنايا دو. بغيتي دو دياز كدير دو دياز، بغيتي الري ها الري، بغيتي المي ها المي، وغادا. اوكي، نحيدو هادشي كامل وغادي نمشيو ناخدو لانسترومون ديالنا. دونك غادي نبداو ليكزيرسيس ديالنا بلا باتري، غادي ناخدو اون باتري عادية اللي هي هادي، كتعرفو لا غروس كاس، كاس كلير اي شارليستون. دونك هاد لي كارو عندك من هنا لهنا ان دومي طون، 1 1 2 3 4 1 2. وهنايا عندنا لي كارو، يعني هادو كلهم كنكتبوا فيهم الموسيقى، كاين لي نوار لي كروش لي تريبل كروش. نعطيكم مثلا اول حاجه غادي نلعبوا لا غروس كاس، غادي نلعبوا لا روند اللي كتكون من الان حتى ل 2، زعما من ميزور الان حتى ل ميزور 2. 2 3 4 1. اوكي غنحيدو هادي. اوكي، هنا غتسمعوا معايا لا غروس كيس لعبه روند. اوكي، دابا غادي نلعب، نحيدو هادشي، دابا غادي نلعبو لا بلونش. لا بلونش كتلعب 2 فوا 2 3 4.
اوكي كيما لاحظتوا كانت في الاول هذه ما كايناش كنا لاعبين من هنا لهنا دابا هذه تزادت غادي نسمعوا كيفاش غتعطينا 1 2 3 4 اوكي دابا غادي نلعبوا لا نوار اللي كتعطينا الدوبل ديال هادشي سمعوا معايا كيما لاحظتوا معايا لا نوار غدا بحالها بحال المترونوم طق 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 غادي نسمعوها اوكي دابا غادي نلعبوا لا كروش اللي كتعطينا الدوبل ديال هادو ونقدروا ما بلعبوهم متريبلين سمع نقدروا قاعد تريبليوهم اكثر من هكذا غنقدروا نشتوهم وندوبليوهم بحال هكذا سمعوا معايا اوكي دابا غادي نبدا لكم بالميزور 2/4 غادي نمشيو لهنا في كيل 4/4 غادي نديرو ليها 2/4 هي هادي ها هو تبدل لينا لانترفاس هنايا دونك غادي ناخدو ستيلو وغادي نرس وغادي نحطو لا غروس كيست 1 فوالا وغادي نشدوها غادي نديرو ليها كوبي كولي ال 2 الوغ اش تعطي لا 1 2 1 وغادي الكوبي هادشي بجوج 1 2 1 2 اوكي دونك هنا شنو غادي نديرو غادي ناخدو الكيس كلير الكيس كلير اللي كتلعب 2 الوغ 1 2 غناخدو كيس كلير ديالها ونلعبو هنايا غادي نسمعو 1 2 طق وهنا كذلك تكون وحده اخرى الوغ 1 2 1 2 وهنا كذلك وحده اخرى 1 2 1 2 1 2 غادي ديرو الكيس كلير نقصو منها باش تبان لكم ها هي في القهوي والكروس كيس في الاحمر 1 2 1 2 1 2 وغادي نزيدو وحده اخرى هنايا كتولي عندنا 1 2 1 2 1 2 1 2 اوكي دابا كتبقى لينا الشارليستون الشارليستون اش كديرو كشتو شارليستون تاعي كحطها في 1 وكنكوبيوها في 2 في الميزور وكنعاود تاني كنكوبيو لا ميم شوز هنايا فوالا بقات لينا جوج غادي نشدو لي شارلي غنطلع واحد شوية في الفوليوم باش تسمع ليكم دونك لي شارلي ولات عندنا لي شارلي فحالها فحال الكروس كيس وفحالها فحال الكيس كلير دونك اشنو غديرو هنايا غادي باقي هنايا عندنا غنقصروهم دونك اشنو غادي ديرو دابا غادي نشدو هاد لي شارلي فوالا دابا قصرناهم نقصنا لهم بالعرض ديالهم انا شنو غنديروا غنقدروا نديو بليهم هنا جيبوها الوسط غنسمعوا شنو غيتعطينا
وغدو بليوها عاوتاني هنا وغدو بليوهم لا ميم شوز هنا ولاو عندنا لي نوت كاملين عامرين الا شفنا البارتيسيون غادي نهبطو البارتيسيون غادي تشوفوها كلها هنا غنقصو منها وغادي تشوفو معانا الوغ عندنا اوكي ما عليناش دونك هنا كيولي عندنا ميزور 2 سور 4 ولكن كيفاش كيلعب البيانيست غادي ناخدو اون اوتر بيست غادي نديرو فيها بيانو الوغ بيانو اوكي لا باس كتلعب فحالها فحال الكروس كيس كيما لاحظتوا معانا الكروس كيس لعبه دوب 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 اوكي هنا غادي نلعبوا لا ميم شوز بلا ما غوش غادي نسجلوها باش نوريها لكم اوكي هنا عطاتنا وغادا دابا غادي نسمعوا اللي بنية اشنو غادا دير نقدروا نديروا ريتم الاول اللي هو هكذا الوغ اشنو كيعطينا هادو هما البيانو اللي لعبت بام 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 كيما كتلاحظوا معايا كلهم في الميزور 1 2 3 4 اوكي هذه الطريقه ديال اللعب بالليبنيه الاولى عشان نقدروا نديروا الطريقه الثانيه هذا كيما كتلاحظوا عمروا كاع لي كارو ديالنا دونك دابا غادي نمشيو للتروا سور 4 دونك 3 سور 4 كنمشيو كنبدلو الميزور اللي كنديرو ليها 3 سور 4 هنا كيتبدل عندنا غادي نمشيو لاباتري وغادي نسمعو غادي نمشيو لاباتري وغادي نشوفو كيفاش غادي تخرج لا غروس كيس مع الكيس كلير مع الهاي هات او لا شارليستون اوكي دونك عندنا 1 2 3 1 2 3 دونك دابا غادي نمشيو ل 4 سور 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اوكي دابا اش غناخدو السنير هي هادي غادي نسجلو 3 4 1 2 3 4 Donc, on a 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc d'abord, on va faire le Charleston. Charleston va faire 1, 2, 3 et 4. Il y a 1, 2, 3 et 4. On va faire tic, tic, tic. Là, on va faire. اوكي دونك هنا عندنا وهبطات شارلي هنا خاويه ما كاين والو فيها شارليستون هنا كدا كيس كلير وكدا شارليستون والخاويه هنا كاين عاوتاني شارليستون سمعوا معايا
اوكي اشنو يمكن لينا نديرو هنايا لشارل ليستون تبقى غادا تك 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 اوكي غادي شتو غادي ندوبليوهم هاد الكاروات اللي خاويين لاحظوا معايا دابا اوكي دابا غادي ناخذوا لا باس باش حتى هي تسمعوها كيفاش كتلعب مع الميزور دونك مشيو ناخذوا الباس فوالا هنا عندنا الباس اوكي لا باس كتلعب كيما كتلاحظوا معايا هذه هي البيست على باس 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4 نمشيو دابا نشوفو البيانيست اش كيعاود البيانيست عنده بزاف الطرق باش كيلعب لي ميزور يعني يقدر يلعب 3 1 2 3 et 4 1 أولا كيلعب لاربيتيو غادي نسجلوها باش تشوفوا معايا البارتيسيو كي غادا تكون اوكي كما كتلاحظوا معايا هادو كلهم الميزور من 2 حتى 3 واحد الميزور يعني 1 2 3 4 ولكن لاحظوا معايا لي نوت هنا كيفاش لعبوا الكارو الاولاني اللي هي لا باس لعبات في 2 يا زعما في 1 لعبات في 1 والمي والصال لعبات دوزيام كارو والطو لعبات تروازيام كارو والمي لعبات في الكاتريام كارو يعني عندنا 1 2 3 4 والخامسة هي اللي كتولي تاهي الان لاحظوا معايا 2 3 et 4 1 2 3 et 4 بعد خطرات كتقدروا تسمعوا شي ريتم اللي هو كيكون في شي شكل مثلا غادي نمشي لا باتري مثلا الكروس كيس نقدروا نلعبوها بحال هكذا 2 3 et 4 دونك كما كتلاحظوا معايا الكروس كيس ديما في الان تان 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 ولكن زادوا هاد جوج لي نوت اللي سمعوا معايا غير هو كيما كتلاحظوا معايا داكشي بقى ريسبكتي يعني الان هنايا هنا ما كاين والو ولكن كاين شارليستون كاين الكيس كلير هنايا كاين الكروس كيس قبل من 1 و 2 سكي في 1 2 3 اولا يمكن لينا نلعبوها عاوتاني في طريقة أخرى مثلا 1 2 3 et 4 دونك هنا لاحظتوا معايا كاينين 3 ديال لي نوت ديال كروس كاس سمعوا معايا
ولكن كيما كتلاحظوا معايا ديما في الان تان 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 كتكون مريسبكتيا دونك لا كروس كيس ديما كتهبط في الميزور ديال الان دونك الى حيدنا هادو كيما كتلاحظوا عطاتنا سي لي ميم الرايقل اللي خصها تلعب وكيف ما لاحظتوا معنا هادشي اللي درت لكم هاد ليكزامبل بلا غروس كيس راه كنديروها باي اله بالبيانو او لا بلا باس ولا بلا باتري ولا بالترومبيت يعني باي اله دونك كيف ما لاحظتوا معنا هادشي كامل كيبقى لو ريتم هو اللي كيكون في الدم ويمكن لك تلعب كيف ما بغيتي في الايقاع غير هو ولا بتخصك تحترم الميزور يعني دوك الكاروات اللي شفتي معايا دابا كلهم خصهم يكونوا سانكنوريزي يعني كنحاولوا ما نديروش بزاف تاع لي كونتور طون وكيف ما كنصحكم تخدموا ديما بالمترونوم المترونوم واجب 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 عزيزي عزيزاتي حبيبي حبيباتي كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحلقة ونشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله